المزيد مع أمينة سريري في واشنطن. إليك الكلمة أمينة. نعم فضيلة، زيارة مفاجئة استيقظ الجميع على وقعها هنا في واشنطن، تم الإعلان عنها بشكل ضيق مساء أمس من قبل الإدارة الأمريكية، نظرا لأنه لم يتم تأكيدها بسبب أو لدواعي أمنية تتعلق بتأمين خروج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أوكرانيا وتوجهه إلى هنا. مسؤول أمريكي كان قد قال لنا بالأمس بأنه بعد أن قامت الإدارة الأمريكية بكل الإجراءات الأمنية والتنسيق الأمني مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووجه له أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعوة للقدوم إلى هنا إلى واشنطن في أول زيارة خارجية له، وإن كانت الثانية إلى البيت الأبيض منذ توليها الرئاسة لأوكرانيا. وكان القرار الأخير بالقدوم هو قرار الرئيس زيلينسكي، والذي اتخذ هذا القرار بحسب مسؤول أمريكي أولا كختام للسنة، يريد أن يأتي للتقدم بالشكر إلى الإدارة الأمريكية التي قادت جهودا كبيرة في تقديم الدعم وعلى رأسها الدعم العسكري لأوكرانيا. أيضا سيتم الإعلان خلال هذه الزيارة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة تقدر بنحو مليارين دولار تقريبا، وتتضمن بشكل أساسي، وهنا التأكيد لأول مرة عن الحديث الذي كان يدور هنا في الداخل الأمريكي عن تسليم منظومة باتريوت إلى أوكرانيا، اليوم سيتم الإعلان عن ذلك بعد الوصول الرئيس زيلينسكي إلى البيت الأبيض. سيجري عدة مناقشات سواء مع الرئيس بايدن أو عدد من مستشاري الأمن القومي وعدد من المسؤولين الآخرين قبل أن يظهر في مؤتمر صحفي مشترك، ليتوجه بعدها زيلينسكي إلى الكونغرس. سيشارك في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بدعوة من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وسيلقي بعدها خطابا سيتوجه فيه بالشكر لمجلسي النواب والشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين، خاصة في هذا الوقت الذي يعمل فيه الكونغرس على تمرير حزمة مساعدات مالية كبيرة جدا تقدر بنحو 45 مليار دولار، وخاصة وأن هناك نوعا ما بعض التردد أو العزوف وسط الجمهوريين، بالتالي ستكون هذه الكلمة وحضور زيلينسكي في الكونغرس مهما له لضمان الحصول على هذه المساعدات. أشكرك أمينة سريري في واشنطن.